البدع والأهواء، أهل البدع الأقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى أنه فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: مقدار السفر الذي يفطر فيه. ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام، وهو 16 فرسخا كما بين مكة وعسفان. وذهب أبو حنيفة إلى تحديده بثلاثة أيام، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى عدم التحديد، وقالوا يفطر ويقصر فيما سمي سفرا ولو كان أقل من يومين، وقواه شيخ الإسلام تيمية وقال فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى بالناس يقصر، وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته، ولم يأمر أحدا منهم بالإتمام. وقد رجح هذا القول الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو الراجح والله أعلم. إذا ما سمي سفرا بعرف الناس فإنه يقصر فيه ويفطر، ولو كان مسيرة يوم واحد، ولو كان مسيرة نصف يوم، فإن المسافة من مكة إلى عرفة مسيرة نصف يوم. المسألة الثانية: إذا قدم المسافر وهو مفطر فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ من يجيب على هذا السؤال قبل أن نقرأ؟ قدم المسافر وقد أفطر في سفره، لما أقام هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ لا يلزمه، لأنه قد أفطر بطريقة شرعية. في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه لا يلزمه، وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول أحمد في رواية وداود، حتى قال مالك والشافعي: ولو قدم مسافر في هذه الحال فوجد امرأته قد طهرت في ذلك اليوم جاز له وطؤها. وقال الشافعي: أحب لهما أن يستترا بالأكل والجماع خوف التهمة. القول الثاني أنه يلزمه الإمساك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن وأحمد في رواية، وعليها أكثر أصحابه والحسن، نعم، واحتج لهم الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم أنه يمسك عما يمسك ثم علم أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم. هذه الصورة التي احتج بها الطحاوي هل عليها إجماع أو حصل فيها خلاف؟ من يذكر؟ حصل فيها خلاف، قد قدمنا في أول كتاب الصيام عند الكلام على مسائل الهلال، فقد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يمسك ويعتبر له صيام صحيح، لكن الشاهد أنه هنا نقل الإجماع وليس في المسألة إجماع. وأيضا قياس هذه المسألة عليه فيه نظر. والصواب هو القول الأول. وأما ما ذكره الطحاوي فلا يخفى أن بين الصورتين اختلافا، فالمسافر له الفطر، والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه لزوال جهله بذلك. بين الصورتين اختلاف واضح جلي. المسألة الثالثة: لو قدم المسافر وهو صائم فهل له أن يفطر وقد أقام؟ من يجيب على السؤال؟ لم يفطر في سفره وصلى فأراد أن يفطر، ليس له الإفطار بعد الإقامة.
قال فيه قولان: الأول نعم يجوز له ذلك، قاله بعض الشافعية منهم ابن أبي هريرة، وليس أبي هريرة الصحابي، أحد الشافعية كان يقال له ابن أبي هريرة. الثاني لا يجوز، وعليه جمهور الشافعية، وهو الأصح عند أبي الطيب، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي، والقول الثاني هو الراجح، وهو مقتضى قول الجمهور، لأنه قد أصبح مقيما وزالت عنه رخص السفر. ويحصل لبعضهم أنه ما يفطر في السفر فيرجع، فإذا به واقع امرأته، فإذا أفطر بذلك فإن عليه الكفارة وعليه التوبة والاستغفار. لكن لو أنه قد أفطر في سفره وامرأته وافق أنها طهرت من حيضها مثلا، فهنا كما قال الشافعي. المسألة الرابعة: هل يجوز للمقيم الذي يريد أن يسافر بالغد أن يبيت الفطر؟ يعني أنت على عزم أن تسافر غدا، هل لك أن تترك نية الصوم؟ تقول غدا ما سأصوم، وأنت في رمضان. من يجيب لك غصب؟ لا يجوز له ذلك، لأنه قد يعرف له عارض، قد يترك السفر، قد يمنع من السفر، قد يمرض ويترك. نعم، المريض قد يترخص بالمرض، لكن قد تأتي عوارض أخرى. قال ابن عبد البر رحمه الله: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، وإنما يكون مسافرا بالعمل والنهوض في السفر، وليست النية في السفر كالنية في الإقامة، لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحال، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل. المسألة الخامسة: إذا أقام المسافر ببلدة فهل يلزمه الإمساك أم أن له أن يفطر؟ من يجيبه على هذا السفر، على هذا السؤال؟ نعم، إذا كانت الإقامة يسيرة، اليوم واليومين والثلاثة إلى أربعة أيام، فهو في حكم المسافر له أن يفطر، مع أن الأفضل له أن لا يفطر. إذا كان الذي المسافر الذي على ضرب في الأرض الأفضل له أن لا يفطر إذا لم يجد مشقة، فكيف بهذا وهو نازل مقيم إقامة يسيرة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: لو نوى المسافر الإقامة ببلد بحيث تنقطع رخصه فطريقان. ثم ذكر أن الأصح عند الشافعية وجهان، وأن الأصح من الوجهين أنه يحرم الفطر، وهو الذي رجحه الشيرازي والقاضي أبو الطيب، ورجحه كذلك الفوراني وجماعة من الخراسانيين، وجعلوه وجها واحدا. قلت: قوله بحيث تنقطع رخصه يخرج ما إذا عزم على الإقامة أربعة أيام فما دون، كما هو معلوم من مذهب الشافعية، وهو مذهب طائفة غيرهم أيضا، كما تقدم ذكره عند الكلام على قصر الصلاة لمن أقام، وهذا هو الراجح. والله أعلم أنه إن عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فليس له أن يترخص بالفطر، لأنه يعتبر مقيما، وقد رجح هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو مقتضى مذهب الحنابلة. وقال ابن حزم رحمه الله: من أقام من قبل الفجر ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره، فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ينوي الصوم، ولا بد، جعله مقيما بنية إقامة يوم واحد، سواء كان في جهاد أو عمرة أو غير ذلك، لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر وهذا مقيم، فإن أفطر عامدا فقد أخطأ إن كان جاهلا متأولا، وعصى إن كان عالما. والصواب والقول الأول لما تقدم ذكره في باب القصر، والله أعلم. ومثل هذا أقل نعم ما يخلو من كراهة أن يكون مقيما اليوم كاملا نازلا ثم يفطر، ما يخلو من كراهة. المسألة السادسة: هل يجوز للمسافر
يعني ما يخلو من كراهة إذا لم يجد مشقة. أما إذا وجد مشقة حتى ولو كان نازلا وهو مسافر فله أن يترخص. المسألة السادسة: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاء أو نذرا أو كفارة أو تطوعا؟ ما معنى هذا السؤال؟ معنى أنه يترك صيام الفرض ويقول غدا سأجعله قضاء، قضاء لرمضان السابق أو كفارة، يعني سيترك ركنا من أركان الإسلام من أجل قضاء أو نذر أو كفارة، هذا لا شك أنه مردود عليه ولا يصح صومه. الذي عليه الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد أنه لا يجوز له ذلك، لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه الأصل، فإن صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه، عمله مردود عليه بدعة. سيقول أنا مسافر وأنا يجوز لي أن أترخص بالفطر سأجعله صيام كذا، الجواب هذا الوقت لا يكون إلا لصيام رمضان. إن ترخصت إن أخذت بالرخصة فذاك، وإن لم تأخذ فتأتي بفريضة الوقت. وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبا كالكفارة والنذر، وهذا القول ليس عليه دليل، والراجح هو القول الأول والله أعلم. المسألة السابعة: إذا خرج المسافر فأفطر ثم عاقه عائق فرجع، يعني أفطر بعد أن خرج ثم جاء عائق في الطريق فرجع إلى بلده، فما الحكم؟ الجواب: عليه القضاء وليس عليه كفارة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت قريته والمصر فنزل فأكل ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر لم تلزمه كفارة، انتهى، يعني ويلزمه القضاء. المسألة الثامنة: أهل البادية المتنقلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ضعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى، فإنهم يقصرون، أي في حال تحركهم وانتقالهم. وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي. وهذا يسأل عن من يعمل في باصات السفر، فهم في سفر دائم طوال العام، هل يترخص في رمضان أم كيف يصنع؟ الجواب: يجب عليه أن يصوم فرضه سواء في رمضان وهو أفضل له، حيث هو أسرع لإبراء الذمة ولا مشقة عليهم، فإنهم قد اعتادوا الأسفار، أو قضاء إذا شق عليه ترخص ويقضي متى ما وجد قوة، وقد تمر عليه أيام لا يسافر فيقضي. والواجب عليه أن لا يدركه رمضان الآخر إلا وقد صام رمضان الأول أداء أو قضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.